هلو جايز، ازيكم وعاملين ايه في حلقة جديدة من انجليزي من الصفر. معلش اتأخرت عليكم، انا عارفة طولت في الفيديو، استحملوني، اجازة بعد الكورونا. انا رجع فيديو النهاردة هعلمك فيه ازاي تكون جملة، ازاي تبني جملة في الانجليزي. عارف كلمات بس ما بتعرفش تحط الجمل جنب بعضها، او في حاجات بتبقى ناقصة وفاكر ان الدنيا جرامر. طب انا عايز اذاكر جرامر من الاول. لا، من النهاردة انا هجيب لك الخلاصة ازاي تعمل جملة في الانجليش بطريقة بسيطة وسهلة من البداية. علشان تكون جملة في الانجليش فانت محتاج تعرف الاساسيات. اول ما بتعرف الاساسيات تكوين الجملة بيكون سهل، وبعد كده واحدة واحدة بتقدر ان انت تخلي جملتك معقدة اكتر. ومعقدة بقصد بيها انك توصف براحتك اي حاجة انت عاوز تتكلم عنها، ما تبقاش محدود لانك عارف ان المفروض تحط كذا جنب كذا جنب كذا وخلاص، مش هتزود علشان ما تغلطش. خلينا نحلل الجملة في الانجليش بتتكون من ايه، وانت واحدة واحدة هتفهم بشكل واضح جدا يخليك تقدر تكون الجملة بسهولة. الجملة في الانجليش بتتكون من parts of speech. parts of speech، ايه بقى parts of speech دي؟ ال parts of speech دي هي بتعرفك الكلمة بتعمل ايه في الجملة، دورها ايه في الجملة. ال parts of speech دي هي مكونات الجملة. طب ايه بقى ال parts of speech دي؟ بص يا سيدي، اول حاجة من ال parts of speech او مكونات الجملة هي مثلا الناون. ناون هو الاسم، اسم مثلا زي place او something او a person، زي مثلا cat، table، king، دي كلها اسمها nouns، اسماء. اما تاني حاجة في ال parts of speech هي ال pronouns. ال pronoun هو الضمائر اللي هي بتحل محل الناون، اللي هو مثلا he، she، it، هو، هي، هما، كل دي اسمها pronouns. تالت حاجة هو الverb اللي هو الاكشن اللي بيكون في كلامنا. الاكشن زي مثلا swim، is، eat، كل دي actions. رابع حاجة هو الadjective. الadjective او الadjectives هي الصفات، الصفة اللي بتوصف حاجة او بتوصف صفة تانية، زي مثلا tall، long، short. خامس حاجة هي الadverbs، والadverbs دورها ان هي بتوصف الفعل. يعني مثلا لو انا عايزة اقول ان انا بتكلم بسرعة، بسرعة دي انا وصفت بيها الفعل، فبقول quickly، slowly. اما سادس حاجة هي prepositions او حروف الجر، زي on، in، at. اما سابع حاجة هي conjunction، ودي الحاجات او الادوات اللي بتوصل الجمل ببعضها، زي and، و، but، لكن. دلوقتي انت معاك مكونات الجملة او دورهم في الجملة بيبقى شكلهم عامل ازاي. دلوقتي انت محتاج تعرف ازاي هتحط المكونات دي جنب بعضها علشان تعمل جملة. الجملة في الانجليش مكونة من subject. subject اللي هو الفاعل، شخص عمل حاجة او مكان او شيء. subject هو الفاعل، وده زيه زي العربي بالظبط. في شخص تسبب في action، ودي الحاجة التانية اللي مكونة منها الجملة، ان يكون في action، في حركة انا هتكلم عنها، في فعل. يبقى انا عندي فاعل، شخص، فعل، action، verb. ابسط الجمل في الانجليش مكونة من كده بس، زي مثلا لو انا عايزة اقول انا، بس انا هقول انا، هقول I am، I subject، am اكون انا. عايز اقول انا اكلت، انا اكلت، بس هقول I the subject، انا I ate، اكلت، I ate، انا اكلت. هو ده الاكشن، ودي كده انا كده كونت جملة. بعد كده بتقدر انك تضيف حاجة اسمها object او مفعول به. انا دلوقتي مثلا لو انا بقول انا شربت عصير، انا الفاعل، انا اللي عملت الفعل ده، شربت هو ده الفعل، الاكشن اللي حصل ان انا شربت، العصير هو ده اللي اتفعل فيه الفعل. انا شربت عصير، I drank juice. بعد بقى ما توصل للمرحلة دي تقدر ان انت كمان تحط adjective او description او وصف للعصير ده. يعني لو انا عايزة اقول ان العصير كان طعمه حلو، delicious، I drank delicious juice. ففي الحالة دي انت اضفت وصف او adjective او description. ما تخافش، ما تتوترش، اهدى، الموضوع بسيط، هنحل مع بعض وهتعرف تعملها ان شاء الله.
عايزه افكركم ان احنا في اللايف هنعمل جمل كتير قوي وهنتناقش في موضوع الفيديو ده. ما تنساش انك تتابع الانستغرام ستوريز علشان تعرف ميعاد اللايف اللي جاي امتى. عايزه اقول لك ملحوظه مهمه قوي، لما بيكون في ناون في الجمله تاكد انك تقدر تبدله ببروناون. يعني لو انا مثلا بقول ماي سبيكس انجلش، لو انا عايز اشيل ماي اللي هو الناون ماي هحط بدلها شي سبيكس انجلش، والاثنين صح. اي وقت في الجمله بيكون مكان is، يعني مثلا لو انا عايزه اقول شي از بيوتيفول، فانا ممكن اشيل is دي لو انا معايا اي ضمير تاني واحط التصريف بتاع verb to be. يعني ايه الكلام ده؟ يعني من الاخر لو انا عايزه اقول هي جميله هقول شي از بيوتيفول. طب لو انا عايزه اقول اي، هل هقول I is beautiful؟ لا، ساعتها is بتتشال وبتبقى I am beautiful. I am beautiful. لو عايز اقول they، ساعتها برضو مش هقول am، هشيل am وهحط they are beautiful. هو ده تصريف verb to be اللي هيفرق معاك قوي لو عرفته، لو انت بتكون جمل ولسه بتبدأ وخايف. ما تخافش، الموضوع سهل بسيط، ما تتعقدش كده. تمام، انت جاهز بشوية المعلومات البسيطة دي انك تكون جملة، وده طبعا لو انت معاك شوية كلمات عشان نبقى صراحة مع بعض، وتقدر انك ترجع لفيديوهات انا علمتك فيها شوية كلمات ولسه هنكمل مع بعض. بس كان لازم ناخد بريك لان في ناس كتير سألتني ازاي اكون جمل بالكلمات اللي انت بتديها لنا دي. تعال اقولك مثلا اول حالة وانت هتساعدني فيها. لو هنوصف شخص او شيء، احنا محتاجين ايه في الجملة؟ دلوقتي احنا عن معانا الشخص وعايزين نوصفه، يبقى احنا معانا noun و بالظبط adjective اللي هي الصفة. عايز اقول مثلا انت رائع، انت you، هل هحط معها is؟ لا، you are wonderful. exactly. لو انا عايز اقول الوردة حمراء، the flower is red. طب في الحالة التانية لو انا عايز احدد موقع شيء معين، انا هحتاج الجملة يكون فيها ايه؟ ايه التكوين اللي انا محتاجه؟ ايه المكونات او parts of speech اللي انا محتاجها؟ هحدد موقع قطة مثلا، القطة تحت الترابيزة، عايزة احدد موقعها، يبقى انا محتاجة ايه؟ معايا قطة، يبقى ده noun. عايزة اقول انها تحت الترابيزة، تحت ده اسمه بالظبط حرف جر اللي انت نسيت اسمه preposition. برافو عليك، ومش مهم تحفظ اسمه ايه. فمثلا هقول the cat، انت هتكمل، هينفع اقول under على طول؟ لا، لازم يبقى معايا، احنا قلنا الجملة مكونة من subject و action او verb، فهقول the cat، فين ال action؟ is ال preposition under the table. لو عايز توصف مشاعرك انك بتحب حاجة معينة، برضو هيبقى معانا subject فاعل والاكشن الفيرب، بعد كده الاوبجكت او المفعول به. فهقول فور اكزامبل اي لاف انجلش. الموضوع بسيط، ودلوقتي انت بنفسك تقدر تكون جمل وهنجرب ده مع بعض. دلوقتي هيظهر على الشاشه قدامك شويه صور، محتاجه منك انك تعبر لي عن الصور دي في الكومنتس او في التعليقات، وانا هتشيك بنفسي الاجابات وهصحح لك اجاباتك. وكمان ما تنسوش تشوفوا اللايف علشان نتكلم مع بعض واقدر اصحح لكم الميستيكس، وكمان تقدروا تسالوا اكتر عن الحاجات اللي كانت في الفيديو وتعرفوا ايه الحاجات اللي وقعت منكم وانا اقدر اوضحها بشكل افضل لو ما وضحتش في الفيديو. اللينك اللي انا بطلع منه لايف موجود تحت الفيديو علشان تدخل تعمل داونلود للابليكيشن وتقدر ان انت تعرف امتى انا هطلع لايف. وكمان انا على الانستجرام وعلى الفيسبوك بعمل لكم دوشه كبيره قوي ان انا هطلع لايف. دلوقتي جه الوقت اللي هقول لك فيه ما تنساش تفعل الجرس وتعمل سبسكرايب علشان تشوف الفيديو اول ما ينزل. ما تنسوش تتابعوا الانستجرام والفيسبوك علشان تشوفوا فيديوز اكتر وتستفيدوا اكتر. Thank you so much for watching the video. اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.